خلوني في بداية حلقتنا النهاردة أتكلم عن أراضي بئر العب وربعة، وهو مشروع تنمية شمال سيناء. اللي أنا عايز أتكلم عليه تحديداً هو إنذار تم إرساله إلى كل الفائزين بمزادات 2017 و2018 بإجمالي مساحة 12664 فدان. منطقة بئر العبد احنا قلنا أنها تمليك، ومنطقة ربعة قلنا أنها حق انتفاع، ولكن تم إرسال إنذار من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفتها جهة الولاية على هذه المساحات. مشروع تنمية شمال سيناء مساحته بالكامل 100,000 فدان، ولكن في عام 2017 و2018 تم طرح قطع بالمزاد، كل قطعة مساحتها 20 فدان وبلغت أعلى سعر، احنا بنتكلم في 283,000 جنيه بعض القطع للتمليك و6500 جنيه بحق الانتفاع. المهم أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أرسلت إنذارات إلى كل الفائزين بأراضي بئر العبد وربعة سواء تمليك أو حق انتفاع بمساحة تصل إلى 12664 فدان، إنذار كل وعيد وتهديد. إذا لم يتم زراعة الأراضي في غضون 60 يوم سيتم فسخ العقود سواء أراضي تمليك أو أراضي حق انتفاع، وهنا لينا وقفة. الإنذار اتبعت من أسبوعين، وكل يوم الموظفين بيعدوا على كل المنتفعين أو الفائزين بمزادات 2017 و2018. الأيام اقتربت والفسخ اقترب، ومش هيبقى ليكوا أي حقوق، ولازم تعملوا زراعة واستصلاح في كامل المساحة. هل نريد تنمية حقيقية زراعية مستدامة أم أشجار زيتون يتم نصرها في أراضي بئر العبد وربعة؟ كيف يمكن أن نزرع ونستصلح ونحن بلا بنية أساسية؟ كيف سنزرع بدون مياه؟ هناك في الهيئة بيقولوا زرعوا على الآبار الجوفية، اللي بيقول كده من فضلك روح احفر بير في منطقة بئر العبد وربعة، المياه مالحة وعلى أعماق كبيرة وتتجاوز نسبة ملوحة البحر. تخيلوا الناس عايزينها تزرع بمية بحر في بئر العبد وربعة. لو كان الأمر هكذا، لماذا فكرت الدولة من الأساس في عمل ترعة تمد هذا المشروع العملاق بالمياه العذبة في قلب سيناء؟ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قولا واحدا أخطأت في هذا الإنذار الذي تم إرساله إلى كل الفائزين بأراضي بئر العبد وربعة. أنا مش فاهم ليه الإصرار على الإيحاء بين المنتفعين بأراضي بئر العبد وربعة، الفائزين بأراضي التمليك وأراضي حق الانتفاع في مزادات 2017 و2018. لماذا الإيحاء أنهم دائما مقصرين؟ لماذا الإيحاء أنهم يرفضون الزراعة؟ الحقيقة أن حضرتك ما عملتش البنية الأساسية لهذا المشروع. الحقيقة أن الدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ميراثه ثقيل، وخاصة مثل هذه المشروعات المعطلة منذ سنوات طويلة. أنا عايز أقول لحضراتكم أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى اليوم بتاخد أقساطها عن أراضي بئر العبد وربعة، رغم عدم اكتمال البنية الأساسية، وأن المفروض كانت تتسلم في عام 2020. وخلوني أقول لحضراتكم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما استعرض في أحد الاجتماعات مشروع تنمية شمال سيناء، صدرت تكلفات محددة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة باستكمال البنية الأساسية كاملة للمشروع لمساحة 100,000 فدان، يعني من ضمنها أراضي المزادات للفائزين في عام 2017 و2018 سواء تمليك أو حق انتفاع. وبلغت تكلفة الفدان الواحد لاستكمال البنية الأساسية حوالي 103,000 جنيه، ولكن القرار الرئاسي اشتمل على أن وزارة الزراعة هي من ستتحمل تبعية الأراضي التي قامت ببيعها بالمزاد العلني في عام 2017 و2018، يعني هي اللي هتتحمل 12,664 فدان، يعني في حدود 1,300,000,000 جنيه. من هنا بدأت الحرب الشعواء على كل الفائزين بأراضي المزادات في عام 2017 و2018 سواء تمليك أو حق انتفاع. مصر دولة مؤسسات،
والرئيس عبد الفتاح السيسي أراد النهوض بمشروع تنمية شمال سيناء، وبالفعل العمل بدأ على قدم وساق، ويجب أن يكتمل ويجب أن يشتمل على تنفيذ تكلفات الرئيس حرفيا، وأن تكتمل البنية الأساسية لكل الفائزين بمزادات ربعة وبئر العبد، سواء تمليك أو حق انتفاع. ما فيش حاجة اسمها واحد مؤجر حق انتفاع أديله أرض صحراء، لازم أرض بنية أساسية كاملة. داخل كراسة الشروط في عام 2017 و2018 كانت بتقول أرض بور زائد بنية أساسية، كل القوانين بتقول أرض بور زائد بنية أساسية، تكلفات الرئيس بتقول بور زائد بنية أساسية. ما فيش حاجة اسمها أدي لنا الصحراء وارميهم فيها، لازم أكمل لهم البنية الأساسية التي تسمح باستصلاح واستزراع كل هذه المساحات. دي سينا يا أخوانا، أرض الشهداء. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.